خلونا نطمن على ولادنا في ليبيا مع معالي السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية. مساء الخير سعادة السفير. مساء النور على حضرتك يا فندم. طمنا يا رب يكون عندك خبر كويس عن ولادنا في ليبيا. يعني لو تأذن لي بس في البداية، يعني دعني ان انا يعني اضم صوت لحضرتك واكد على اللي سيادتك ذكرته بان هذه الجماعات الارهابية الظلامية التي فشلت في تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية في الداخل هي لا تزال تحيك هذه المؤامرات من الخارج من خلال استهداف أبناء مصر في ليبيا وأيضا المصالح المصرية هناك. هذه المخططات غير خافية على أحد، هذه المنظمات كلها ترتبط ببعضها البعض، لا يوجد تمييز بينها، كلها تتبنى ذات الفكر الإرهاب المتطرف وتستخدم نفس الأساليب الخسيسة ولها نفس الأهداف التي لا يخفى على أحد بالمساس بالدولة المصرية أو إثارة الفتن بين أبناء الشعب المصري العظيم. وهذه الأمور لن تفت في عضد الدولة ولن تزيد المصريين إلا صلابة واصطفافا وراء قيادتها. بالنسبة لأوضاع إخواننا المختطفين، يعني ما هو متاح حتى الآن من معلومات أخذا في الاعتبار الوضع الشديد التعقيد على الأرض وفشل وجود حكومة مركزية تسيطر على كل الأراضي الليبية واستشراء التنظيمات الإرهابية هناك في ليبيا، ورغم هذا التعقيد فإن الأمور المعلومة المتوفرة لدينا حتى الآن من واقع الاتصالات التي تمت على مدار الأيام الماضية وآخرها اليوم مع الأطراف الليبية المختلفة تؤكد عدم وجود أي دليل مادي يثبت وقوع أي ضرر أو مكروه لإخواننا المصريين. الاتصالات مستمرة مع إخواننا في الحكومة الليبية في طبرق رغم ادراكنا بان هذه الحكومة لا تسيطر على كل الاراضي الليبية، لذلك احنا بنتصل ايضا من خلال الاجهزة المصرية المعنية مع شيوخ وعواقل القبائل مع شخصيات ليبية مستقلة. السيد وزير الخارجية سيتوجه خلال الساعات القادمة الى نيويورك لاجراء لقاءات بناء على تكليف من السيد رئيس الجمهورية مع أعضاء مجلس الأمن مع قيادة المنظمة الدولية الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي إزاء التحرك لضبط الأوضاع في ليبيا ومواجهة هذه التنظيمات الإرهابية فضلا عن استجلاء الموقف بالنسبة للمصريين المختطفين. طب اسمح لي سعادة السفير، الدولة المصرية بتتفاوض مع مين في ليبيا؟ هل بتتفاوض مع تنظيم داعش؟ لا على الإطلاق، طبعا نحن لا نتفاوض ولا نجري اتصالات مع هذه التنظيمات الإرهابية، ولكن هناك طبعا اتصالات مكثفة مع أطراف ثالثة مع أشقائنا من شيوخ وعواقل القبائل الليبية المؤثرة في منطقة طبرق وأيضا مع لجنة التواصل المجتمع الليبية ومع شخصيات ليبية. كما تعلم حضرتك خلية الأزمة التي شكلها السيد رئيس الجمهورية بتضم ممثلين عن كل الجهات المعنية، فكل جهة وكل جهاز ده يعني يدخر وسعا في الاتصال بأجهزة أمنية في ليبيا بشخصيات مؤثرة بعائلات بقبائل. يعني كما ذكرت محصلة هذه الاتصالات لا تشير حتى الآن إلى وقوع أي مكروه بالنسبة للمصريين. ويعني طب مجرمي داعش طالبين فدية أو حاجة؟ ما أستطيع أن أؤكده لحضرتك طبقا للمعلومات في إطار خلية الأزمة والمستقاة من كل الأجهزة المصرية المعنية، لم ترد على الإطلاق إلى الدولة المصرية أي طلبات محددة في هذا الشأن. يعني كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، لذلك علينا أن نتوخى الدقة الشديدة كل ما يروج له. طب انت شفت الكلام العبث اللي قالوه هناك في داعش المجرمين؟ بيقول لك ان احنا قتلنا 21 علشان وفاء قسطنطين وكاميليا. يعني هذا يعني امور هزليه الهدف منها
إرباك الدولة المصرية والعمل على بث الفرقة بين المصريين وإثارة الفتنة الطائفية، وهذا أمر لن يحدث على الإطلاق. يعني الدولة كلها مستنفرة لحماية أبنائها ولن تتخلى عن حقوق أبنائها. وزي ما حضرتك تابعت بالأمس كان في لقاء هام جدا مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وأحاط أهالي المختطفين بكل التطورات طيب هل حضرتك ممكن تطالب السفارة الليبية ما تديش تأشيرات للمصريين عشان ما يسافروش، تمنعهم؟ طبعا طبعا، هذا تم بالفعل، وتم التشديد على عدم منح أي تأشيرات في الوقت الراهن. وأيضا في قرار صدر من مجلس الوزراء تم تفعيله وبعدم سفر أي مصري على الإطلاق إلى ليبيا، وده التعليمات وصلت لكل المطارات. طب كويس. طب اللي هناك معالي السفير اللي هناك طبعا بنتواصل معهم قدر الامكان، الغالبية العظمى عشان بس يبقى الامور واضحة ولا نبث الفزع في صفوف المصريين، الغالبية العظمى هناك ليس لديها مشاكل خطيرة. المشكلة هو عدد المصريين في ليبيا قد ايه سعادة السفير؟ يعني ما اقدرش ادي لحضرتك رقم دقيق بسبب ان في ناس بتدخل بطرق غير شرعيه، انما نستطيع ان نقول انها مئات الالوف وتقل. طب اللي حصر لهم شرعيا يقلوا عن مليون مثلا؟ يقلوا عن المليون حضرتك. يعني يقلوا عن المليون. طب في كلام هل الحكومه الليبيه طلبت من الحكومه المصريه مثلا تدخل ما او قوه مشتركه لضرب داعش؟ يعني لا، لم يصل على الإطلاق، إنما ما وصل إلينا من طلبات ودعم مؤسسات الحكومة الليبية الشرعية، وده اللي بيتم التعاون من خلال التدريب وخلافه، إنما طلبات بشأن التدخل هذا لم يحدث. أنا بسأل حضرتك هذا السؤال عشان ننهي الجدل اللي بتقوله بعض المواقع بأن هناك تدخل مصر قريب في ليبيا وكلام، فيحب يهمنا على لسان مسؤول مصري زي حضرتك متحدثا بلسان الوزارة الخارجية المصرية أن لم يحدث أي اتفاق بين الحكومة الليبية أو طلب من الحكومة الليبية من الحكومة المصرية لوجود قوة مشتركة بينكم. يعني لا ما فيش، ولكن هناك تحركات كما ذكرت على المستوى الدولي، يعني المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لأن وجود جماعات إرهابية تمارس العنف والإرهاب وتفرض الفوضى هناك أمر يعني يتحمل تبعاته المجتمع الدولي، لأن ده بيمس السلم والأمن الدوليين. وإذا كان هناك تحرك للتحالف الدولي ضد هذا التنظيم الإرهابي في بقعة معينة إن كانت سوريا أو العراق، فيتعين البعد عن معايير الانتقائية والازدواجية وتطبيق ذات المعايير على الوضع في ليبيا، ولا نظرا لخطورة الوضع هناك وتأثيره على دول الجوار وعلى المصريين المختطفين بطبيعة الحال. أنا بشكر حضرتك معالي السفير بدر أبو عاطي متحدثا باسم وزارة الخارجية المصرية.